النهاردة يوم من الأيام اللي مش ممكن أبداً ينساها أي مصري. النهاردة ذكرى تأميم قناة السويس اللي العالم كله تابع مجريات هذا الحدث. الكل طبعاً يتذكر مقولة الزعيم جمال عبد الناصر: قرار رئيس الجمهورية تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. ساعتها كان الآلاف من المصريين موجودين في ميدان المنشية في اسكندرية بيسمعوا خطاب الرئيس جمال عبد الناصر يوم 26 يوليو عام 1956. العالم كله كان بيترقب رد فعل جمال عبد الناصر على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب التمويل من السد العالي. طبعا المصريين ساعتها كانت فرحتهم عارمة، لأن قناة السويس المصرية بوزل فيها الكثير من الدماء. احنا يعني كتاب التاريخ بيقولوا ان الفتره اللي من ساعه ما والي مصر سعيد 1859 لغايه 1866 بنى قناه السويس كان حوالي 120 الف مصري توفى. صحيح. كان تعداد المصريين كلهم كام؟ 5-6 مليون. صحيح. طبعا الرقم كبير. قصه حتى حفر قناه السويس والمصريين او العمال اللي توفوا بسبب صعوبة ظروف العمل والحر والعطش، قصص كتير جدا بتتحكي في النقطة دي تحديدا، حتى سبب أو إزاي العمال المصريين دول أصلا راحوا عشان يحفروا قناة السويس، وحتى بنسمع دايما مصطلح الصخرة والفلاحين اللي راحوا عشان منين فلاحين ومزارعين يروحوا عشان يحفروا قناة السويس. قصص كتير جدا، يعني أتمنى أن حتى حضراتكم تبتدوا يعني اللي ما عندوش معلومة قوي فيها يقرأ فيها، لأنه لو ابتدينا فيها مصطفى تاخد وقت طويل. ده هم خلصوا على الدلتا، خدوا الشباب وخدوا الناس، بعد كده دخلوا على الصعيد. ده طبعا الدلتا كانت الأقرب لقناة السويس، فساعتها المصريين كلهم حتى كمان بسببها يا مصطفى الوقت ده كان حصل مشكلة كبيرة في فكرة المحاصيل الزراعية، لأنه المزارعين اتاخدوا عشان يحفروا قناة السويس. بالظبط. فعشان كده يمكن بقول لحضراتكم الموضوع فعلا كبير، يعني عشان نقدر حتى نحكي ليكم أنا ومصطفى حفرت بدماء المصريين. صحيح، يعني هيحتاج حلقات الحقيقة. لكن على أي حال، بما أنك يا مصطفى يمكن فكرتنا بجملة من خطاب طبعا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هذا الخطاب الشهير، يمكن هذا الخطاب أنصت ليه العالم كله. رئيس جمال عبد الناصر شرح بشكل مفصل قصة مصر مع القناة من وقت حفرها بسواعد المصريين، وكانت كلمة السر المتفق عليها لتنفيذ عملية التأميم بشكل فوري هي كلمة ديليسيبس. بالظبط. وكان القرار ده الحقيقة بمثابة انتصار للسيادة المصرية في مواجهة الاستعمار الخارجي واستعادة الحقوق المصرية المسلوبة والسيادة الكاملة على قناة السويس. طبعا هذا المرفق الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب يا مصطفى. أعتقد أنه هذا القرار كان قرار هام جدا يا مصطفى الحقيقة، وكان في البعض بيتحدث طب ما احنا كده القناة كانت راجعة، كان إيه لازمة قرار التأميم؟ لا، ما كانتش راجعة، لأنه التاريخ أثبت أنه ما فيش، ما بيرجعش الحق، ما بيرجعش غير لما أصحابه هم اللي يرجعوا. ما كانش هيرجع لو كان حتى حسب الاتفاق اللي كان موجود انه القناه تعود مره اخرى قناه مصريه بعد انتهاء وتاريخ كذا، ما كانش هيحصل. انت عارفه كمان حاجه، انت عارفه ان بعد دستور 23 اللي عمله سعد زغلول كان كل الانجليز انسحبوا من كل الاراضي المصريه. هو كان سعد زغلول عايز السياده الكامله لمصر في مؤتمر الصلح في باريس وبتاع، فقال لك احنا هننسحب من مصر بعد حادثه دمشواي واللي حصل في مصر، بس هنفضل في قناه السويس. فكل الانجليز طبعا كان ليهم ارهاصات وكان ليهم تواجد، وكان في وثائق بريطانيه كمان تتحدث عن النقطه دي تحديدا. بالزبط. فكره قرار رئيس جمال عبد الناصر بتاميم قناه السويس كان طبعا هي كانت وقتها كانت وثائق سريه، لكن يعني رفعت السريه عنها او تم تسريبها بشكل او باخر، انه اهميه هذا القرار قرار رئيس طبعا الراحل جمال عبد الناصر، وانه بالفعل القناه ما كانتش هترجع، وكان في بعض القرارات كده بيحاولوا ياخدوها عشان حتى تبتدي شوف تبقى هيئه قناه السويس نسبه الاجانب فيها اكتر من المصريين، فالمصريين ما قدروش ياخدوا قرار اكبر. يعني قصه برضو طويله، لكن قصه تأميمها هذا القرار، قصه تأميمها دي اللي عايز يشوفها فيلم ناصر 56 طبعا. وطبعا تأميم قناه السويس نتج عنه بعد كده عدوان 56 او العدوان الثلاثي في 56، فهي كانت محوريه في تاريخ مصر بشكل ان عمرهم البريطانيين عمرهم ما كانوا هيسيبوا ابدا قناه السويس. يعني هو قال لك انا اسيب مصر لكن قناه السويس هتفضل معايا. لذلك لما طلعوا الجلاء الكامل لما طلعوا من قناه السويس كانوا يعني على زي ما بيقولوا كده حبه عينيهم على مضض، يعني على مضض. بالظبط.
طبعا باعتبار ان قناه السويس هي الممر الملاحي الاهم في العالم، التطوير في هذه القناه الملاحيه لم يتوقف منذ افتتاحها، طبعا ده لمواكبه تطورات صناعه السفن، لمواكبه تطوير حركه التجاره بحرا ما بين ارجاء العالم شرقا وغربا. علشان كده كان في ملحمه ثانيه اسمها ملحمه اغسطس عام 2015. الملحمه دي تم فيها افتتاح قناه السويس الجديده. قناه السويس الجديده اللي افتتحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الفصل الثاني من هذه الملحمه العظيمه. هي قصه نجاح حقيقيه ابهرت العالم كله في سنه واحده بس، قدر المصريين ان هم يحفروا قناه بطول 35 كيلومتر بتوازي قناه السويس الاصليه اللي طولها 190 كيلومتر، واللي احداث التطوير كبير جدا في حركه المياه العالميه. اللي يقارن ما بين 10 سنين حفر فيها المصريين بدمهم وبالسخره اللي حصل، وان هنا في سنه واحده بنعملها بعرقنا وبالكركات وبالاجهزه الحديثه. لو عملتي حتى مقارنه ما بين الحالتين هتلاقي فروق كبيره جدا ما بين مصر القديمه ومصر الجديده. طبعا بكل تاكيد مصطفى، ممكن حتى يمكن على مدار ايام حتى مؤخرا شفنا اهميه هذه القناه لاي مدى أصداء أي شيء بيحصل فيها بتلف في العالم كله، بيبقى في ترقب كبير جدا للي بيحصل في قناة السويس. على سبيل المثال لما حصل جنوح السفينة ايفر جيفن يا مصطفى، بالظبط كده العالم كله كان متابع وكان قاعد، واللي هنا يعرض مساعدة واحنا هنيجي نساعد، والموضوع هياخد يعني حوالي كام أسبوع، لا حد تاني يقول لك لا هياخد ممكن أكتر من كام أسبوع، ممكن يتوصل شهر أو أكتر. احنا في وقت بسيط جدا قلنا يا جماعه ودي ملحمه مصريه طبعا، ده حقيقي طبعا حقيقي، وقدرنا فعلا ان احنا بجهود مصريه خالصه قدرنا الحمد لله ان احنا مره اخرى نعيد تعويم السفينه مره تانية من غير ما يحصل فيها اي مشكله. وشفنا العالم كله كان بيتكلم عن النقطه دي طول الوقت في ترقب، ولو نفتكر حتى ساعات حركه التجاره العالميه قد ايه اتعطلت توقفت، وقد ايه كل يمكن النوافذ الاعلاميه في العالم كله كانت بتتابع كانها لحظه بلحظه. اللي عنده طرد جاي من الصين او اللي عنده حاجه قريبه من اوروبا وقفت الدنيا، وقفت. انا حرفيا كنت بتابع سي ان ان، بي بي سي، فوكس نيوز، كل القنوات الاجنبيه انا فاتح قناه السويس قناه السويس، والكل فعلا زي ما انت قلتي كان بيراهن على ان مصر لن تستطيع ان هي ابدا تعاوم هذه السفينه. وده كان نجاح ثالث للمصريين، اعتقد ان هم بادوات بسيطه بعقلية هندسية، احنا اللي بنينا الاهرامات، احنا اللي عندنا سر الارقام كلها، نعوم هذه السفينة ونثبت للعالم كله ان احنا قادرين نعمل اي حاجة مهما كانت صعبة بالنسبة لنا. اكيد يعني عشان كده واحنا بنتكلم على التطوير اللي حصل في قناة السويس زي ما كان مصطفى بيتكلم مع حضراتكم، فكرة مضاعفة الايرادات في السنوات الاخيرة، انا بصراحة من انصار لغة الارقام. تعالوا نبص مع بعض على لغة الارقام سريعا جدا. لو هناخد على سبيل المثال أول 9 شهور من العام المالي اللي فات، زادت إيرادات القناة بنسبة 22.3%، يعني بنتكلم في حوالي 6 مليار و200 مليون دولار في 9 شهور فقط. طيب ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن بما يتواكب مع النمو اللي بيحصل في حركة التجارة العالمية، وبما يتواكب أيضا مع التقدم اللي بيحصل في بناء السفن وحجم السفن وحجم الغاطس بتاع السفن وحجم حمولة السفن. ما كانش ينفع أبدا يا مصطفى تفضل قناة السويس على شكلها القديم المعهود، ما كانش هينفع أبدا، كانت هيبقى في قناة السويس لكن ما كناش هنسمع عن هذه الزيادة في الإيرادات، ما كناش هنسمع عن زيادة مرور السفن، كنا هنسمع إن في سفن أصلا ما ينفعش تعدي من قناة السويس، يعني بالحسابات الهندسية البسيطة ما ينفعش تعدي من قناة السويس. خلينا مرة تانية نرجع نبص على كل الإنجازات اللي حصلت في بلدنا، نرجع نشوف إيه اللي حصل، نقرأ. يعني أنا ما بقولش حضراتكم تاخدوا كلامي أنا ومصطفى أبدا، ارجعوا اقروا شوفوا فعلا إيه اللي حصل، اتأكدوا بنفسكم أهمية كل التطوير اللي حصل في قناة السويس، إيه اللي حصل في قناة السويس، إيه اللي فرق، بصوا على الأرقام نفسها، الإيرادات إيه اللي حصل فيها، ليه كل فترة بسيطة جدا بنسمع إيرادات تاريخية لقناة السويس، إيرادات تاريخية لقناة السويس، أعلى إيرادات في تاريخ قناة السويس، أكيد ده ليه سبب مصطفى. معاكي جدا، وناس كتير جدا ربما تقول لك يعني إيه، يعني هو كان لازم يحصل الموضوع ده، دفعنا فيه فلوس كتير. لا، أنا أحب أقول لك إن مجرى قناة السويس كان مجرى ملاحي واحد، كانت في سفينة تقف هنا علشان دي تعدي، وسفينة هنا تقف عشان تعدي، إحنا وسعنا ده في زمن قياسي بلغ عام واحد بس، وقدرت الحركة تنساب
مش بس كده، عملنا إنشاءات من لأجل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عملنا كراكات جديدة، عملنا منطقة لصيانة السفن. كل ده بيصب وخلى قناة السويس المجرى الملاحي الأهم، وحط تحت كلمة الأهم دي 30,000 خط، المجرى الملاحي الأهم في حركة التجارة الدولية كلها. عشان كده النهاردة عندنا يوم خاص عن قناة السويس، هنتكلم فيه بالتفصيل، هنسرد التاريخ وهنقول الإنجازات، وهنقول هل فعلا مصر حققت حاجة في قناة السويس ولا ما حققتش، استفدنا كمصريين من اللي حصل، الفلوس اللي دفعت في حفر قناة السويس الجديدة يا جمال، هل المصريين النهاردة بيشوفوا عائداتها ولا ما كانش ليها لازمة أصلا إن احنا نعملها وكان الموضوع ده قرار خاطئ، قرار صح ولا غلط؟ النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.